الجسم بتاع الطفل معمول على اساس انه من الناحيه المناعيه الفيروس يستغرق وقت بين الدخول والخروج من جسم الطفل. الحمد لله ان الطفل لا يتعرض الى نفس الخطوره كالكبار، لان كما نقول احنا الريسبتور ما كاش بزاف في جسم الطفل لما نقارنوهم ب عند الكبار. فلهذا الفيروس عكس 5 أيام عند الليل، ممكن الفيروس يقعد 8 إلى 10 أيام، فبالتالي في 8 إلى 10 أيام أو ينقل الفيروس، بالتالي يقعد ينقل الفيروس مدة أسبوع أو 10 أيام وينقل الفيروس، فينقل الفيروس بأكثر. ولهذا المدارس تعتبر يعني مواضع أين الفيروس يسري بسرعة هائلة، وزائد أن الفيروس لما يسري في المدرسة ينقل إلى الوسط العائلي، وإحنا شاهدنا كيف أن جميع العائلات اللي عندها أطفال أولاد تعرضت للفيروس عن طريق الأطفال، وشفنا مثلا أن تقريبا 100% من الحالات التي وجدت عند المدارس في الأطفال هي حالات أوميكرون، فنقلت هذه المتغيرة إلى جميع الأشخاص الكبار.